المشاهدين عزيزاتي المشاهدات أهلا وسهلا بكم في حلقتنا نتاع اليوم من برنامج راحتي في الرب راحتي في الرب اللي هو راحتنا وهو حامينا هو مخلصنا هو مالكنا ربنا يسوع المسيح حلقتنا تاع اليوم احبائي المشاهدين راح راحين نتكلموا على على موضوع موضوع كتير صعيب وموضوع حنا تاني مرات ممكن من غير ما نقصدو ونخوف في هذاك الشيء ممكن نقولوا من كتر نحبوا الشخص ونشوفوها ماشي ماشي العمله هذه ماشي سلبيه لاننا عندنا الحب وهذا الموضوع هو حب التحكم والسيطره من كتر نحب شخص ممكن نسيطر عليه من غير ما نقصد من كثرت ممكن وتاني في ناس عندهم هذه الصفة طبيعته ماشي على خطر يحب الشخص ولا لا حتى تحب ولا ما تحبش الإنسان حر أحب المشاهدين قبل ما نبدأوا الحلقة راح نكيل العادة نصلي وصلوة قصيرة نحطوها الموضوع والقاعدة تاع اليوم قدام الرب يباركنا ويخلينا يفتح قلوبنا وقلوبكم باش نستفادوا بالقاعدة هذه والكلام والحوار اللي راحين يدور ما بيناتنا نصلي أختي مريم تصلي لنا نعم يا رب كنحطوا هذا الأمر قدامك يا إلهنا الصالح يا رب كنتوجه كنوجه لك كل شيء يا ربي أنت اللي تصرف يا ربي في هذه المواقف وأنت اللي تنصحنا يا ربي وأنت اللي تقودنا في الطريق يا إلهنا الصالح كي تكون كلمتك هي الأولى يا رب لكي يكون يا رب إرادتك في كل شيء يا رب يسوع نحمدك يا رب ونشكرك على هذا النهار كنحمدوك ونشكرك من أجل خواتاتي كنحمدوك ونشكرك يا ربي من أجل كل كي يشاهدنا يا رب يسوع أنك تعطيهم يا ربي تعطيهم كلمة اللي تمسهم يا رب يسوع نشكرك ونحمدك يا إلهنا الصالح لك الحمد ولك الشكر آمين 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 يا رب يسوع أه نقراو آية من الكتاب المقدس اللي ممكن يكون يخص على هذا الموضوع أختي نجات عندك آية؟ كان عندي آية غادي كتخص هذا الموضوع من كورنثوس واحد الأصحاح ستة لكن غنقرا على الجزء اللي كيخص بالموضوع مم. من من الآية 12 كل الأشياء تحل لكن لا يتسلط علي شيء آمين آمين, آمين. يعني هذه واضح ان احنا بني ادمين خلقنا ربي حرين ما كانش حاجه ولا شيء ولا حد يقدر يتسلط عليا يعني يعني هنايا انا حبيت نركز ونسالكم عن النقطه الموضوع هذا فيما يخص الشيء والحاجه او الشخص اللي يحب يتسلط وثاني على الشيء الشخص اللي متسلط عليه اش رايكم في هذا الشيء هل حاجه مليحه هل هذا الانسان طبيعي هل هذا الانسان محتاج انه يتساعد ويتعالج او الاثنين اللي اللي يتسلط والمتسلط وكيفاش نتعاملوا معاهم وكيفاش يتعاملوا نصحوهم <applause> اختي ساره عندك انا تنقول أنا... حب التملك جايه من الملك ديجا هذا الانسان اللي كيكون كي باغي ي... 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 يتحكم فيك تيبغي يبين بانه هو احسن منك خاصك ديري داكشي اللي بغا خاصك هو الملك هو الله سبحانه وتعالى احنا عندنا هو الوحيد اللي نقدروا نعبدوه هو الوحيد اللي اللي نركعوا ليه ونسجدوا ليه يعني حب التملك هذاك الانسان راه تيكون مريض لانه يحس ببنادم بانهم ناقصين او قل منه او أسميته عليه تيبغي يتحكم فيهم تيبغي يديرهم يعني اذا هذاك الانسان ما عندوش خوف من الله اصلا لانه تكون بعيد على الله لانه تيبغي الناس يعبدوه والعبوديه عندنا الله سبحانه وتعالى الواحد ما عندناش الانسان الانسان ما يمكنش يتحكم فينا حنا احرار ربي خلقنا احرار يعني عندنا افكارنا عندنا ربما نقدروا نخطئوا ولا نقدروا نديروا نقدروا نديروا غلط وهذا ولكن ماشي غادي يسيرنا بـ بـ بالتملك باش حنا باش حنا نكونوا ملك ليه احنا ماشي عبيد رب حررنا من العبوديه والعباده كتكون لله الواحد اذا هذا الشيء تنقول هذا الشيء بعيد علينا احنا كمؤمنين يعني الناس خصنا نتعاملوا معهم كيفنا كيفهم ببساطه ما نحسوش بانهم إحنا احسن منهم او حنا غادي نتملكوهم او لاننا إحنا اكثر منهم مثلا في في الكراد كيفاش نقولوا ولا في في الدرجه في الدرجات وهذا نقول لهم بانهم راه خصكم تديروا ولا خصهم يكونوا يعني ملك لينا م لا تبقى دائما كل واحد والدور ديالو وواحد تيكمل الاخر وواحد تيدير وبالاحترام وبالتقدير وبالتواضع وبالمحبه كل شيء كيسير لانه الانسان الا حسيتيه بانك انت احسن منه او بانه راه ناقص عليك وبانه خصو يدير ديك الحاجه بغيتي ولا كرهتي تيقول لك لا خصك ديرها انا اللي كنحكم انا اللي انا اللي درت لك الشان وانا اللي درت لك هذه لا شن تيديروا لي الله مم. والله اللي يتملكني مم. وانا العبوديه لله الواحد ماشي لكم انتم انتم ما يمكن يمكنليش تح... تن... نعبدك مم. لا نحترمك ونقدرك ونسمع لكلامك الا كان يفيدني والا كان الخير لكل شيء ليا وليك الا كان الخير ليا وليك وين نسمع لك نسمع لك ونحترمك والا كان الاحترام متبادل اما لا انت باغي تضغط عليا وتديرني تحت صباط كيف تنقولوا وتخليني كنحس بانني لا شيء او بانني عبد لك لا احنا مم. سجود لله وحده الواحد هذا الشيء اللي كاين اللي بغيت نقول السيد <applause> المسيح كيقول يعني حررنا انتم احرار يعني ما نبقاو كما كان يعني زمان كانوا يعبدون يعني حتى الناس كانوا يشلوا كان يشلو كانوا كان يشلو الناس كالعبيد ملي جا الله حررنا من كل شيء داكشي علاش الانسان دابا ما خصش يعني الانسان يعبدو او يملكو لان الملك كما قالت اختي ساره الملك لله اذا كان الله حررنا وعطانا ملكو كيفاش حنا غادي نكونوا يعني نخليو شي حد يتسلط علينا هكذا حب التسلط لأن هذاك ما كيكونش حب حقيقة آه الإرادة ديالو هو اللي كتكون آه باغي يتسلط على أي حاجة باغي أي حاجة ماشي غير كيبغي يملك كل شيء يعني أي حاجة شت كي كيبغي يملكها مم. فكيفرض عليك أنك يملكك مم. يملك كلامك يملك التصرفات ديالك أكيد. يملك مم. حتى الملك اللي عندك يملك في كل الأشياء وهذا مم. كنظن أنا آه ماشي يعني آه مشي حب. مشي حب. هذا مشي حب. هو ماشي حب لا ماشي حب هذا آه. كنسميه لا ماشي حب طبعا نقدروا نقولوا هذا مرض حنا قلنا انه ممكن نظنوه باللي حب بس هذا ماشي لكن هو ماشي حب في حقيقه لو كان حبك ما تسلطش عليه يقدر يكون في الاول حب لا قصدت فيه يعني لا, لا, سمحي مم. لي نقول في الاول تقدري تقصدي به في قلبك تقدري في الاول تقدري تقصد به حب ولكن في في اللي كطول الايام ما كيبقاش حب لان الوقت اللي كيملكك ولكن الانسان انا سامحيني اختي ظريفه انا وقعت لي عشت هذه الحاله عشت هذه الحاله يعني انا اعطيك مثال يعني كنت انا صديقه معك يعني لما كنت صديقه معك يعني الاول نهار عرفتك عرفتك كصديقه عاديه يعني بديت شويه بديت, شوي بديت كنتعلق بك وبديت ولينا نتفاهموا ولينا شيء ولكن من بعد بديت كنحاول نشدك نخليك لي ليا بوحدي ما, نخل... ما نخليش انسان اخر لك يعني أيه. كنت ندخلك ليا في قلبي بوحدي وما نبغي حتى حد يجي قدامك ولا نشوف تكون شي صديقه خرجت عندي وانت تبغي تكلمي معها لا كت... كنحس ب لكن انا اللي بغيت نقول انك انت مثلا عطيتي الصورة هذه الجميله انك انت وانا تعرفنا جداد ما, آه. ما نعرفوش بعض آه. انت وانا تحبينا ولينا صديقات حميمات ومتفاهمين وكل حاجه ووحده فينا ممكن انا نقول انا ابتديت بشويه بشويه نحس بالسيطره والغيره وغيرتك غير ليا لان الآن كنت هكذا عندي حب السيطره في البدايه أنتي ما عارفاش فيعني في هذا ماشي بالحب هذا الانسان هذا يحب يدير اصدقائي ولكن عنده حب السيطره والتملك ما يقدرش انا اللي بغيت نقول اني اكيد ممكن الانسان اللي عنده حب السيطره عنده عقود عقود نفسيه حتى اللي ممكن. بيتسيطر أه؟ مم. انا نظن اني حتى اللي بيتسيطر عنده عقود نفسيه اللي بيتسيطر مع شخص هادي بارد لدرجه وضعيف ضعيف لدرجه ضعيف. ضعيف. لدرجه انه ما ما يقدرش ي يواجه يواجه او ينافس واللي بيسيطر واللي بيحس يسيطر راسه خشين وناشف لدرجه انه هو ما عندوش كلام خلاص انا قلت لك هذه صفراء صفراء لانه يكون كلام لانه ليش؟ عشان في الماضي اكيد في ضغوطات حصلت له صارت له ومع الوقت ولا حابب يسيطر بحال ما كانت اختك اختي ساره انه هو عنده السيطره هذيك شايف, شايف من نفسه اخر منك لا انا خير منك يبقى انا اللي نعلم لك فهمتي ولا واش قلت؟ بصح انا نظن ان في عقود نفس اكيد آه آه اكيد, آه أكيد آه ممكن آه انا ما عنديش نكون عارفه الانسان الماضي ديالو آه ولكن مم آه من بعد كيبين لك حوايج بان راه كانت عق عنده عقده ولا عنده اشياء طرات له في الماضي وكان تحت السيطره هو والوقت اللي هو مم. شد انسان بين يديه بغى يبين ديك السيطره اللي كانت عليه هو يبينها على الاخر مم. هذه ممكن مم. 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 ما نقدرش ما نقدرش الانسان يعرفها في الاول بان داك آه. الانسان عليه آه. صح. صح. كانت عليه ضغوط ممكن كانت عليه ضغوط ما على بالوش كان. اه صح ونرجع ونقول بحال ما قالت الاخت ساره انه العلاج هو ان الشخص اللي متسيطر لازم يعلم ويعرف باللي ما في حاكم، ما فيه متسلط، ما في قائد يقودنا الا الرب يسوع المسيح وروحه القدوس اللي راهو يقودنا، مش انت نحبك اه تحبيني نحبك بصح لازم تحترميني كما مم. قالت، لازم ندي رايي ورايك عجبني عجبك، اوكي ما عجبنيش عجبك، كل واحد حر في القرار ولا يكونش حب تسلط أيوه ما لازمش يكون في التسلط لانه العلاقه تتكسر ولا ما تتكسر ويبقى في جرح عميق انك انت ممكن انت حبيت الشخص هذاك او حبيت الشخص هذيك وكنت قراب لبعض انقطعت كتنقطع تبع الاطفال انا كنشوفهم حتى في بعض الاطفال كيتولدوا في بعض الاسر وكيتسلطوا عليهم يعني حتى هما الوالدين ما كيقصدوش حتى هما راه كنسلط عليهم آه. وكي وكي آه. على دك دك من قبل وهذه يعمل مشاكل في الدراري على داك التسلط داك الطفل اللي كيكبر كيولي متسلط كيولي يسلط بلا ما يدري ما هو كيبقى حتى هو آه. يستعمل نفس الفكره اه كيبقى مم. يتسلط يعني يبغي كل شيء يكون ملكه لانه هو ما كانش فاهم انعصر لانه هو داك الشيء اللي تعلم داك الشيء اللي شاف او داك الشيء اللي عاش نيت عاش وحقيقتك شعاش علاش معادك مع هذاك كما قالت اختي نجات ما كتعرفيش الماضي ديال الماضي ديال الانسان ملي تتعامل معاه كتلقاه عادي تلقاه عادي باش ماشي تكتشف في الشخص نعم صح اه. في بالك بانه كاين بعض الاباء اللي كيضمروا ولادهم من خلال حب التسلط والتملك نعم كيجي كي مثلا الدري كتكون عنده دروس تيكون عنده ميل لواحد الاتجاه مثلا أه دراسي يكون عنده مال هو يعني ادرى براسو هو عارف اشنا هما التوجهات اللي عنده الميول ديالو وشنو احب شيء ليه في دراسته كيجي كي باه يقول له لا 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 ما قلت لكش دير هذه خصك دير الدراسه وخصك تبعها وهذا الشيء اللي كنقول هو اللي خصو يكون وهذا وتيبقى يدير داك الولد تيدمرو حتى داك الولد ما كيبقاش دلا الطرق لها الطرق حتى داك الولد مسكين تيخسر في الدراسه ديالو كيمشي كيضيع ياك وشنو هذا السبب ديالو هو هاد حب التملك هاد الاب سنة. اللي ما عارش بانه لا خلي لولدك حرية ديالو خليه يكون حر احنا احرار خليه ما تخليش له في ديك العبوديه ديالك مم. اللي انت ربما ورثتيها على باك ولا ورثتيها على جدك اللي كان قاسي معاك وكان تيجي داك لا حنا في عالم ديال الحريه عالم مم. اخر اللي خلى لينا جميع الوسائل باش ننجحوا يعني خلي ولدك ليه الحريه باش ينجح راه ديك حب التسلط وحب التملك راه كيدي الانهيار وكيدي يعني اش غنقولوا السقوط كيف تنقولوا ولا الانسان ما ينجح ما غينجحش ما ها. غيوصلش هادشي علاش تنقولوا حنايا الوالدين والانسان اللي فيها هذا الحب التملك أه حاول تفهم الناس حاول تدير بان الناس راك تضيعهم وبان الناس ما ت.. ما ما ت.. ما تشوفهمش ب... ب.. بنظره احتقار مم. راح راه حنا كلنا سواسيه كي كنتي كبير ولا كنتي صغير في عين الله راه دائما حنا كيف كيف وبالحب وب... وب... وبالحب وبالتواضع راه نوصلوا مم. لاي نتيجه بغينا يعني... صح كلمه الرب في هذه الاشياء <applause> يعني بلا رب ما نقدروش نفهموا بان بصح نتصل آه، كي كي يكون ويرات كي ما خصناش نتسلطوا على هذا الشيء كيكون وراثي عاود كما قالت الاخت ساره <applause> كيكون كي من وكلمة. جدود 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 داك الشيء علاش لكن ملي الله كيخلصنا من ذاك يعني اي حاجه في حياتنا اللي كنكون نكتشفوا في كلمته انه كيحررنا منها ما كنظنش الانسان باقي يعني يفكر في <applause> يتسلط على واحد اخر او يضغط عليه او يملكه لا لان ديجا هو حر لكن آه داكشي علاش كيخلي كيفتح الباب لولده او مثلا لكن الاخت مريم انا لاحظت وشفت ان في ناس يحبوا يحبوا الرب والطبيعه هذه فيهم يحبوا يتملكوا في كما قالت من كثر تحبوا وليده لا وحبوا ينجح ولا وحبوا ي... وحب ي... يتقدم يفرض عليه الحاجه طبعا نرجع ونقول انه هو ممكن كان حبي يولي طبيب ما قدرش يولي طبيب حبي يفرض على ولدي يولي طبيب وهذا صارت صراحة في العائلات آه في العائلات حتى اه الانسان البنات سمحوا لي مثل مثل اللي مثلا البنات مثلا اللي كتبي تزوج مثلا أه جا خطبها واحد دونك هادشي راه تيصرا عندنا في عائلاتنا هادشي راه واقع يعني آه. حنا تن... حنا دابا تنهضروا على امثال اللي عندنا يعني اللي يعني في الوسط ديالنا وعايشينو وزعما عندنا امثال أه كثيره في هذا الوسط كيجي مثلا راجل كيتزوج كيخطبها كي لانه هو السيره ديال والديها وعائلاتها مزيانه وهذا كيجي كي كيخطب البنت الوالدين هما متفاهمين مع ذاك السيد ولا عجبهم ولا هادي ولكن البنت ما قابلاش البنت تقول لهم انا ما لا ما رام بيه. ما ما بيه. ما, 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 ما تفاهمتش معاه ما يمكنليش ولا ما مستعداش ولا عندها ربما باغا تكمل دروسها باغا تكمل قرايتها عندها مازال باغا تنتظر باخت... لا امها لا قلت لك خصك تجوجي تجوجي بهذا هو اللي تجوجي به يعني كت كتحسبي بنتك بانها ملك ليك تديري بها ما بغيتي لا ماشي إحنا ربي عطانا ديك البنت ولا عطانا ذاك الولد باش نتحكموا فيه كيف بغينا وحنا نتحكم صح لان الزواج راه راه الزواج راه للابد راه غادي تدمري واحد البنت اللي على حياتها كامله كتمشي ديك البنت كتدير خاطر لانها كتبقى عبد لوالديها كتبغي ترضيهم ياك كتقول انا نرضي والديا ولا غادي نضيعهم ما فهموش الوالدين بان هذيك البنت راه مسكينه راه راه نفسيتها راه 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 كتقبل داك الزواج شهر ولا شهرين كترجع للدار ايوا يلاه وشنو شتي النتيجه ديال التملك وديال العبوديه في نفس ايوا ها انت درتي حطمتي ديك البنت ها هي ضيعتي لها حياتها ها نفسيتها مريضه وشوف شنو العواقب ربما جايه بحامله ولا هادي ولا جايبه لك دري ولا آه الله اعلم اش كيوقع من بعد مم. نعم هذا الشيء علاش تنقولوا الانسان راه راه حر ونكونوا متفاهمين بعضياتنا ونتحدوا ونتكلموا وتكون عندنا كلمه واحده باش نوصلوا فين بغينا لانه هذا التملك وهذا راه عيب من الشيطان ما الملك الوحيد هو الله سبحانه وتعالى هو اللي نعبده هو اللي نسمعوا له هو اللي ندور بدون احترام وبدون تفاهم وبدون راه ما نوصلوا لوالو وبدون كلمه الله ربعة والله هو الاول تضرع لله فعلا تضرع صحيح لله صحيح. لاننا كي نقراو الكتاب المقدس نكتشفوا دائما حاجة جديدة صحيح. وتعلمنا باللي ان ربنا خلقنا حرين كما قلنا في بداية الحلقة والانسان الحر مليح ربي قال إن, ان ان نتشاوروا بيناتنا وننصحوا بعضنا بعض وكل حاجة ولكن الاخر الاخير اللي اللي لك انت ولا لك انت شكرا اخواتي احبائي المشاهدين ان شاء الله هذا الحوار استفدتوا به و... وعرفنا نوصل الرساله لكم اللي هي عن حب السيطره والتحكم وتكلمنا احبائي المشاهدين على اللي عنده هذا الضعف انه يحب يسيطر على الاخرين وتكلمنا على اللي تسيطر عليه والنتيجه دائما سقوط سقوط الشخص اللي تسيطر عليه بحال ما يعطينا المثل تاع الدراري الاولاد او اي اي علاقه تانية واللي يحب يسيطر ثاني دائما في الاخر فيه جروح النصيحه لينا احبائي المشاهدين انك انت ما تخليش حد يسيطرك ربنا خلقك حر وانت انسان حر لازم انت اللي تاخذ قرارك وإذا كنت عندك أنت تاني تحب السيطرة وهذا حاجة هي مهمة، حاول تعترف إن يا رب تركع قدامه وتصلي، يا رب نحي علي هذا الحب تاع السيطرة، تعترف لأخوك اللي أنت سيطرت عليه إنك أنت غلطت في حقه، تحاول تمسك أعصابك وتقول له أه صح عندك الحق. تحترم القرار تاع خوك تحترم كلام تاع خوك ماشي انت اللي احسن منه ولا هو خير منك لازم يكون تفاهم وعلاقه حميمه وفيها ومد... فيها التفاهم احبائي المشاهدين ان شاء الله الحلقه عجبتكم ان شاء الله احبائي المشاهدين نحب نقراوكم ونسمعوا عنكم ولا عندكم اي سؤال ولا اي تعليق زياده نح... نحب نشوفوه ونقراوه بعثوا للعنوان اللي راه مكتوب على الشاشه وحنا يسرنا ونكونوا سعداء ان احنا نرجع لكم بالجواب ونبقاو على اتصال للحلقه المادية وكالعادة عادة راح نصلي مع بعضياتنا ونتفارقوا للحلقه المادية ان شاء الله سلام نصلي شكرا لك يا ربي على هذه الساعه المباركه يا رب يا ربي احنا تنعموا بوجودك يا ربي كنعمو ب... بو... بانك وسطنا يا ربي وكتكلمنا يا ربي شكرا ليك يا ربي لانك ولدتينا احرار يا ربي الحريه في التعبير واعطيتنا الحريه في اختيارك يا ربي احنا اختاريناك يا ربي وحنا فخورين بك لاننا احسننا الاختيار بتعاليمك بناموسك يا ربي لانك علمتينا التعاليم اللي كبرتنا وكبرت عقلنا يا ربي وجعلت منا انسان خليقة جديدة يا ربي شكرا لك يا ربي اليوم كنوجهوا نداءنا لكل واحد تيبحث عليك يا ربي وفيه حب السيطرة وفيه حب التملك نقول له ارجع لله رجع لله راه الملك لله والعبودية لله الواحد الأحد. يا ربي حنا نلمسه كل واحد تيبحث عليك يا ربي وتيقلب عليك وتيقول لك يا ربي تعالى طرق بابه يا ربي وسانده يا ربي وصل وطرق له وعلموا يا ربي كلمتك كما علمتيها لنا شكرا لك يا ربي من الان الى ابد الابدين امين امين, أمين. نشكرك يا ربي نشكرك نشكرك يا ربي نعظمك نباركك يا رب نمجد اسمك القدوس نشكرك يا ربي على هذه الكلمه الحيه اللي أعطيتنا يا ربي وعلى هذا الموضوع اللي أعطيتنا يا ربي ديال روح التحكم والتسلط يا الهنا الصالح لانك انت يا ربي خلقتنا احرار ما غاديش انسان بحالي بحالو يجي يسيطر عليا ويعبدني ولا نعبده العباده لك انت يا لوحدك يا رب الملك لك انت لوحدك يا الهنا الصالح انت تملك علينا يا رب وانت يا رب تكون نكونوا في قلبك يا رب وتكون في قلوبنا يا الهنا الصالح وتضمنا ليك يا رب يا رب حرر كل انسان يا ربي عنده روح السيطره وروح التملك يا مم. ربي وكل الاشياء يا ربي اللي كتغضبك وتتبعد كتبعد كتبعد الانسان عليك يا رب حررهم يا الهنا الصالح حررنا حرر احنا كمان يا رب ونشكرك يا ربي اللي وريتينا طريقك يا رب وحررتنا بزاف الحواج الحوايج وبزاف د الحوايج اللي كانوا فينا يا رب وتحررنا منهم يا رب حنا كنطلبوا يا ربي منك عشان تتمتع يا ربي يديك لولادك يا ربي اللي هم بعادين عليك وتقربهم لك اكثر وتفتح عيونهم يا رب عشان يعرفوك هما كمان يا ربي يعرفوك ويعرفوا حبك ويدقوا حبك ويدقوا يا ربي شخصك العظيم يعرفوك انت القدوس انت الله اللي يا ربي تواضعتي وتجسدتي وعشتي وسطنا وعشتي جلتي يا ربي عملتي خير وعملتي معجزات يا ربي نشكرك نشكرك يا ربي على تواضعك يا رب نشكرك على محبتك لينا نشكرك يا ربي على خلاصك لينا يا ابونا السماوي نباركك يا رب ونعظمك يا رب لانك يا رب انت اله صالح انت اله عادل يا رب لك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين. 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 آمين شكرا لك يا رب <تصفيق> <تصفيق> يا رب نشكرك ونحمدك لأنك أنت واخد بالك علينا يا رب يسوع يا رب وأنت في السماء خليتنا روحك القدوس يقودنا وهو القائد ديالنا ما فيش غيره يا رب حتى لو نحبوا إخواتنا ونحبوا عائلتنا ونحبوا زواجنا هما صح يقودونا ينصحونا لكن في الاخر يا رب يسوع انت هو القائد ديالنا وما فيش غيرك نشكرك يا رب على التعاليم هذه اللي في كتابك المقدس كلمتك الحيه يا رب يسوع المسيح نشكرك يا رب يسوع المسيح على هذه الحلقه اللي كملناها اليوم ان شاء الله يا رب الحوار والكلام اللي قلناه وصل للاحباء اللي راهم يشوفوا فينا ويسمعوا فينا خاصه في المغرب والجزائر وتونس وفي كل العالم اللي هم يشوفوا فينا لك كل المجد يا حبيبي يسوع وشكراً على الوفاء ديالك شكراً على الاطمئنان يا رب شكراً على القوة والإرادة اللي راك تعطيها لنا بروحك القدوس شكراً ليك لأنك انت معانا ما نخاف من حتى شيء لك كل المجد يا حبيبي يسوع آمين, آمين.